مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنحاول أن نجيب على السؤال الغامض أو السؤال الخطأ من الأساس، وهو أين حلقات البصل؟ الأحافير هي أجزاء حيوانية أو نباتية محفوظة بأنواعها في الصخور أو تحت التربة. هي سجل توثيقي لشكل وأسلوب حياة الكائنات الحية على مر العصور الغابرة من تاريخ الأرض، ولذلك فهي تعمل كدليل إرشادي على نشأة وتفرع الأنواع وتؤكد أو تدحض نظرية النشوء والتطور. والجدير بالذكر أن جميع المشاريع الاستكشافية في علم الحفرية ظلت في تناسق تام مع نظرية التطور، بل أن نظرية التطور كانت غالباً ما تتنبأ الواسطين باكتشافهم من الأحافير. لكن مع ذلك يرفض الخلقيين الأحافير كدليل على تطور الأنواع، مثل تطور الزواحف عن جد مشترك من الأسماك أو الطيور من جد من الزواحف، ولا شيء يحبونه أكثر من ترديد الجملة المعهودة أرني الحلقات ما بين هذه الأنواع. هم بذلك يلمحون طبعاً لأن الحلقات الفاصلة بين نوع وآخر ناقصة، وكأنهم يريدوننا أن نبحث عنها كنقطة الفصل بين نوع وآخر من جيل لآخر. والطبيعة لا تعمل بهذه الصورة، بل تكون التغيرات فيها بصورة تدرجات صغيرة خلال مئات الآلاف من السنين، والعمل لكشفها يكون كعمل المخبر الذي يصل إلى مكان الجريمة بعد وقوعها، فيتحرى عنها بالرجوع إلى الخلف في فرع شجرة الحياة للكشف عن الجد المشترك بين الاثنين، وليس النقطة المحددة الفاصلة بينهم. نحن غير مهتمين بنفس النقطة، نحن مهتمين فقط أن نعرف من هم الأجداد المشتركة والأسلاف المشتركة لهذه الكائنات الحية. ولهذا يبقى هذا السؤال عن الحلقة المعينة المفقودة هو سؤال غامض وسؤال خاطئ من الأساس. أما السجل الأحفوري فهو يعج بأمثلة على هكذا أجداد وأسلاف مشتركة تملأ أحافيرها المتاحف الطبيعية في أرجاء العالم، وتنشر حولها سنويا رزم من الدراسات العلمية. فعلى سبيل المثال لدينا بين الأسماك ورباعيات الأقدام أحافير لجدود مشتركة مثل التكتاليك وغيرها. أو بين رباعيات الأقدام البدائية والحيتان مثل الحوت الجوال. وبين الديناصورات والطيور مثلا لدينا أركيوباتروكس. وبين الإنسان وشبيهاته من القردة العليا مثلا لدينا أسترالوبثيكوس. لكن مع ذلك وكما هو معتاد في أي فرع أو تخصص علمي دقيق، ونظرا لشدة تعقيد وتشابك الأدلة في هذا المجال، يظل هناك دائما جدل قائم حول موقع الكثير من الكائنات الحية الأحافير التي نكتشفها ضمن شجرة الحياة والفترة التي عاشت فيها، وبعضها حتى تختلف الآراء في تصنيفها بين خبراء المهنة بشدة تشعبها وتشابهها فيما بين نوعين. نبدأ رحلتنا في شجرة الحياة ابتداء من خروج ذوات الأربع من الماء إلى اليابسة. وحتى يتمكن هذا الكائن من تغيير بيئته فلا بد أن يتمتع بتحويلة في خياشمه تساعده على التنفس في البيئة الجديدة. أما التغذية والحركة والإخراج فهي تقريبا نفسها عند الكائنات المائية والكائنات البرية. ولننظر مثلا إلى سمكة السيلاكانث التي عاشت قبل 24 مليون عام واختفت آثارها بعد ذلك تزامناً مع اختفاء الدناصير قبل حوالي 65 مليون سنة. فعند دراسة هيكلها العظمي وترتيب عظام الجمجمة وموضع الأسنان وتخطيط عظام الزعانف، هذا يرشحها لكي تكون من أوائل الكائنات التي استطاعت الخروج من الماء. لكن في عام 1937 عثر أحد الصيادين على سمكة تنتمي لجنس مختلف وعائلة مختلفة عن سمكة السيلاكانث، لكن هناك أدلة ترشحها لأن تكون متحذرة منها، الأمر الذي أثار الاستغراب. فليس من المعتاد أن لا نملك أي أحفورة توثق تحذر كائن موجود منذ حوالي 70 مليون سنة ولحد الآن. هذا مع العلم أن أغلب الكائنات التي نعرفها، على الأقل تلك المهمة بالنسبة لنا، لدينا عنها سجل أحفوري معقول، وهذا أيضا يدحض ادعاء الخلقيين لعدم وجود أحافير انتقالية. لكن هذا الاكتشاف أو خبر العثور على هذه السمكة كان بالنسبة للخلقيين هو المسمار الذي دق نعش فكرة اعتبار هذه السمكة، سمكة السيلاكانث، كائن وسطي بين الأسماك والزواحف. فهم يفكرون كذلك أنه طالما كان كائن غير منقرض ولا زال أحفاده على قيد الحياة فلا يمكن أن يكون كائن وسطي.
بينما نظريا لا يوجد مانع في أن يبقى الكائن الذي تفرع منه نوع آخر على قيد الحياة مستمر وغير منقرض، لأنه استطاع ببساطة التأقلم مع محيطه والنجاة عبر العصور بشكل جيد. وتواجد هذه السمكة في قاع المحيطات يعطي سبب معقول لعدم العثور على أي أحفورة في سلسلة حياتها. فنحن نعلم أن الأسماك لا تعيش على اليابسة لكي تتحجر في الصخور ويسهل العثور عليها لاحقاً بعد انجراف طبقة صخرية، بل أن البيئة المائية تكون بيئة طامرة، كل طبقة تطمرها الطبقة التي فوقها وتغطيها، ونتيجة لحركة الطبقات التكتونية يدمر القاع باستمرار ويتم امتصاصه داخل الأرض في مناطق الانغماس، مما يجعل عدم العثور على أحفورة لكائن عاش في تلك المنطقة ليس بالأمر المستغرب كثيراً، بل هو أمر شائع ومعتاد. عام 2006 تم اكتشاف سمكة التكتاليك الذي قدر عمرها 375 مليون عام ووجدت في القطب الشمالي الكندي. هذه الأحفورة نظرا لامتلاكها رأسا مسطحا يتحرك بشكل مستقل ولوجود رقبة وتفاصيل أطراف ومفاصل في شبكة الزعانف وغيرها من الخصائص، صارت هي المرشح الأول لاعتباره كأول كائن خرج من الماء. ثم لاحقا جاء اكتشاف مفاجئ لآثار أقدام أخرى لكونه يمشي على 4 أقدام، مما قاد علماء الحفريات في عام 2010 إلى تقبل حصول تغير في فهمهم لتوقيت وبيئة معيشة الكائنات رباعية الأرجل تلك وفترة خروجها من الماء. ورغم ورود بعض الدراسات والفحوص اللاحقة التي تشكك بقيمة آثار الأقدام هذه من وجهة نظر طبعاً علم دراسة الطبقات الأحيائية أو علم الحفريات، وأن أغلبها ربما يعود لفضلات أو بيض أسماك أنها في مناطق لم تكن مائية ليتصور خروجها من الماء، لكن ما المهم في هذا الاكتشاف؟ هذا الاكتشاف ممكن أن يؤدي إلى تعديل في فهم بيئة وتقدير الفترة الزمنية التي يوجد فيها هذه الكائنات الانتقالية، لكن لا يلغي أبداً فكرة أن الكائنات المائية خرجت إلى اليابسة في وقت ما، وهكذا يكون عمل التحري. فكلما رأينا أدلة أكثر لما حدث، كلما تبلورت الصورة في عيوننا أوضح وأكثر دقة. في الواقع، كون كائن تيترابودس قد عاش قبل التكتاليك لا يعني أبداً أن الأخير ليس كائن انتقالي، فالبرمائيات تعتبر مرحلة وسطية بين الأسماك والزواحف، ووجود برمائيات حية اليوم مقابل اكتشاف أحافير للزواحف المنقرضة لا يغير شيء من حقيقة أن الزواحف هي أحفاد للبرمائيات. وملخص القول أن التكتاليك كائن بيني يمثل انتقال الكائنات المائية إلى اليابسة، لكنه ليس بالضرورة أول كائن قام بذلك، فقد تكون هنالك كائنات أخرى سبقته بالفترة الزمنية أو كائنات أخرى لاحقة له. وعلينا أن نلاحظ هنا أننا نتحدث عن كائنات وعن أمور حصلت قبل مئات ملايين السنين الماضية، فلا أحد ينتظر أننا سنستطيع توثيقها ورصدها بشكل دقيق كما لو أنها تعيش فيما بين ظهرانينا اليوم. بالمناسبة هنالك اليوم حوالي 6 مليون نوع لم نقم بتصنيفها حتى، فالأبحاث تبقى جارية لمحاولة الوصول إلى أدق معلومات ممكنة وتصحيح الصورة التفصيلية. فمثلاً قبل فترة وجيزة نشر هذا البحث في مجلة نيتشر يتحدث عن سمكة تعتبر ذات أهمية في سد فجوة السجل الأحفوري لتطور رباعيات الأرجل من الأسماك القديمة. والآن لننتقل إلى السماء ونرى كيف انتقلت الكائنات من المشي إلى الطيران. لدينا أحفورة الأريكيوبتريكس
وهي أحفورة لظاهر منقرض يقدر أنه عاش خلال الفترة الجوراسية المتأخرة، أي قبل حوالي 159 مليون عام إلى 144 مليون عام سبقت. وهو من أنواع الطيور ذات الأسنان، ونفس الوقت له ريش في جسمه. ولوجود صفات مشتركة بين صفات الزواحف وصفات الطيور، صار يعد هذا الكائن أحد الحلقات المتوسطة ما بين الزواحف والطيور. وفي عام 2011 جاء اكتشاف لطائر آخر سمي كزياوتينجيا، قدر تاريخه الأحفوري لفترة أقدم، وقد يكون الأقرب للديناصورات عن الأركيوبتريكس. هذا الاكتشاف الأكثر حداثة جعل الخلقيين يعتبرون الأركيوبتريكس مجرد ديناصور، ولم يفسروا الصفات المشتركة لهذا الكائن بين كل من الزواحف والديناصورات وبين الطيور من ريش وهيكل عظمي وقلب ورئتين، وهذه الصفات المشتركة التي تجعل أي شخص متحير في ماهية وكنية هذا الكائن. بالإضافة إلى ذلك، فالفترة التي قدر فيها عمر الأحفورة مناسب جدا لبداية ظهور الطيور، ولذلك يبقى هذا الكائن يشكل مرحلة انتقالية مهمة بين الكائنين، وإن اختلفت الفترة أو البيئة التي عاش فيها أو درجة قرابته أو بعده عن الديناصورات، أي بسبب اكتشاف عدد من حفريات الديناصورات الأخرى ذات الريش، تغير التصنيف بما قد يجعل العلماء يعتبرون أن هذا الطائر الجديد هو أول طائر موجود لدينا وليس الأركيوبتريكس كما كان يعتقد سابقا. والتغير هذا طبيعي في علم متجدد ومعتمد على الاكتشافات الجديدة، وهذا ما تشير إليه أبحاث، منها هذا البحث الذي سنحاول أن نترجم ما جاء فيه. وفيما إذا كان هذا التغير نهائي، فهو يعتمد على الحيوانات الأخرى التي نكشفها بالمستقبل. كما ذكر عالم الحفريات في جامعة ميرلاند في مدينة كوليدج بارك توماس هولز، لا أعتقد أن هذا سيكون الرأي الأخير بهذا الموضوع، فإن أخذت هذا النوع الصيني الجديد خارج المجموعة فحجتك حينها ستنهار، ولذلك في التصنيف الجديد غير ثابت على أفضل تقدير إلى أن تظهر دلائل أخرى. وفعلا صدر بعد ذلك بحوث جديدة تعيد طائر الأركيوبتريكس إلى مكانه كأقدم طائر. أنواعنا الجديدة هي التي أتت بعد ذلك، وهي تؤكد بأن الأركيوبتريكس هو أول ظهور للطيور وليس فقط أحد الديناصورات الريشية العديدة من الثيروبود كما اقترح بعض الباحثون مؤخرا. وكالعادة تبقى هذه التفاصيل العلمية الدقيقة محل بحث وتدقيق مستمر. فمثلا صدر قبل فترة وجيز البحث الذي تشاهدوه يتحدث عن اكتشاف طائر آخر يسد فجوة مهمة في سجل تطور مجموعة الطيور الحديثة. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الذي يكثر الخلقيين صراحة اللغط حوله، نحيلكم إلى فيديو قام به أحد أفراد فريقنا يناقش فيه بالتفصيل الدقيق موضوع الحلقة الانتقالية هذه ما بين الديناصورات والطيور، فأرجو متابعته. لكن وفي نفس السياق كان لأحفورة أخرى قصة مختلفة بالفعل لم تساعدنا في التعرف على أصل الطيور، وهي قصة الأركيورابتور، وهذا هو اسم غير رسمي طبعاً لأحفورة تم تسويقها عن طريق التهريب طبعاً من قبل مجموعة من صائدي الأحافير الصينيين إلى مجلة ناشونال جيوغرافيك في عام 1999 لتعلن الأخيرة في مؤتمر صحفي وبواسطة مقال بقلم المحرر الفني في مجلة الأخبار العلمية أن الأحفورة هي لكائن يمثل حلقة وصل ما بين الطيور والديناصورات غير الطائر. لكن في عام 2000 أي بعد سنة واحدة فقط من ذلك، أعلنت نفس المجلة غضبها وتشككها في أن الأحفورة تبدو مركبة لكون الذيل الذي يفترض أنه يعود إلى ديناصور من العصر الطباشير المبكر غير متطابق مع الجزء العلوي من جسم الطائر. لكن مع ذلك وبسبب طبيعة جسم هذا الكائن نفسه الطائر الذي يسمح بانزلاق الهواء بشكل جيد، اعتبر الطائر مع ذلك مرحلة انتقالية مهمة في سجل أحافير الطيور ذاتها، لكنه لم يساعد في موضوع المرحلة الانتقالية ما بين الطيور والديناصورات. كما نلاحظ أن الحفرية لم يتم العثور عليها من قبل علماء أحافير عاملين في المجال الأكاديمي ممن لهم سمعتهم العلمية المحترمة، بل هم مجرد أشخاص باحثين عن الغنى السريع يقومون بالبحث عن أحافير وتهريبها، ثم
من تعامل معهم هي مجلة إعلامية علمية تنشر أخبار علمية بالفعل، لكنها ليست دورية علمية متخصصة تنشر أبحاث مراجعتها بالأقران peer review. ونلاحظ من جهة أخرى أن ما قامت به المجلات العلمية الرصينة مثل نيتشر وساينس هو رفض أي أبحاث تشير إلى هذه الأحفورة، وقامت أيضا بنشر الأبحاث التي تكشف التلاعب الذي جرى. ومثال على ذلك هذه الورقة العلمية التي تتحدث عن بحث تم إجراءه باستخدام تقنيات متطورة، والتي أكدت أن الأحفورة هي عظام مركبة معا تعود لكائنين، طائر بدائي وديناصور غير طائر. وتبين من البحث أن لدى الباحثين بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة أدوات تقنية ناجعة اليوم تساعدهم في كشف أي تلاعب من هذا النوع، مما يحصن البحث العلمي من هكذا أدلة مزيفة. الحلقة القادمة سنتحدث عن مرحلة أخرى من المراحل الانتقالية، وما هي الأحافير التي كانت أيضا محل تشكيك.